تحية طيبة لكل إخوان الحاضرين والأخوات، جميع أطياف الإعلام بتالودانت، جميع المهتمين والمسرحيين والفنانين والجمعويين الفاعلين في حقل الثقافة عموما. كنحيوكم وكنشكركم على الحضور ديالكم وعلى الاهتمام ديالكم بكل ما يهم مدينتكم وإقليمكم وجهتكم، كل ما يهم الفعاليات اللي كتنظم داخل الأسوار أو خارج الأسوار. تحية لكل ما يناضل من أجل إشعال شمعة في هذا الربوع. تحية لكل من يشتغل في صمت. تحية لكل من يساند ويشجع كل مبادرات ثقافية والاجتماعية وكل المبادرات عموما في تالودانت، التي تحتاج منا إلى المزيد والمزيد من الاهتمام، المزيد من التضحيات، المزيد من النضال والإشراك ديال جميع الفاعلين. تالودانت ماشي خاصها فقط المشاريع الاقتصادية، ولا ماشي فقط خاصها التشغيل، ماشي فقط. تالودانت محتاجة لكل شيء، كل شيء، يعني جميع القطاعات. كل واحد كيشتغل من المجال ديالو، اي واحد يقدر يفيد من 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 الجهه من المجال ديالو، راه محتاجه ليه تالودانت، ومحتاجه الاقليم ديالو في اي قطاع كيف ما كان. قطاع الثقافه يعتبر قطاع مهم جدا في التنميه الاقتصاديه والسياحيه ديال البلاد. انا الاوان اننا نامنوا بالاهميه ديال هذا القطاع وبالفاعليه ديالو في الاقتصاد الوطني وفي المحلي. أنا الأوان باش نأمنوا بأن الثقافة جزء لا يتجزأ من الكيان ديال كل واحد فينا، بأن الثقافة والفن والإبداع واحد الممارسة نحتاجها في كل في أحلك الظروف، حتى في أزمة كورونا احتاجنا للثقافة والفن والإبداع. في عز الأزمة، في عز المرض، الناس كتقلب باش تستهلك الثقافة والفن والإبداع في التليفونات ديالها وفي التلفزيونات. نحن في أمس الحاجة للثقافة والإبداع، لأننا إنسان، حيت أنت إنسان وأنا إنسان، ماشي فقط كنعيشوا لأجل الخبز، ولكن عندنا فكر يجب أن يتغذى، عندنا روح أيضا يجب أن تتغذى، عندنا علاقات إنسانية كنتبادلوها بيناتنا، عندنا مشاعر وأحاسيس كنتبادلوها، قيم ننشرها، وهذا هو الدور ديال الفن والإبداع والثقافة. بغض النظر على الرسائل الأخرى الاجتماعية والسياسية اللي كيمررها من خلال الإبداعات ديالو. اليوم حنا جينا بعد واحد الأزمة ومجموعة ديال الأزمات، ومن بينها آخرها زلزال الحوز. هذا الزلزال اللي خلف واحد الآلام نفسية، ولكن في نفس الوقت كان فرصة للملمة شتات تضامن الجماعي والاجتماعي في بلادنا. بينا فيه على واحد المستوى راقي من التضامن. في خلال هذا الزلزال عرفنا بزاف ديال الاشياء، عرفنا المعدن ديال المغاربه. وحنا اليوم جينا من بعد هذه الازمات ونلملم شتاتنا ونستمر، ما كنوقفوش عند شي حاجه، حتى شي حاجه ما كنوقفو عندها وما كنتوقفوش عندنا. المهم هو ان نستمر ونشتغل، والمبادرات ما يتوقفوش عند اي كائن كان، ما توقفوش عند الاشخاص. دائما نسلموا المشعل كيف سلموا للناس اللي قبل منا. المجال الاجتماعي ولا الثقافي ولا الفني ماشي حنا الاولين. المجال المسرحي كانت جمعيه الشعراء من زمان كتشتغل، لقيناها حنا وحنا صغار. حنا صغار حنا كنشوفوهم في دار الشباب كيتمرنوا، حنا صغار حنا كنشوفوهم كياخذوا الجوائز وكنفتخروا بهم. لقينا جمعيه الشعراء، لقينا جمعيه الامل، لقينا جمعيات اخرى كتنشط الطفوله وحركه الطفوله الشعبيه، لقينا الكشفيه الحسنيه، لقينا هاد الناس هما اللي اثروا فينا. هاد الناس هما عندما خدينا المشعل وحببوا فينا، وحب الاساتذه ديالنا ايضا اللي قراونا، اللي حبوا لنا المجال الفني والثقافي والابداعي. اذا لازمنا اننا اعاده تثمين كل الطاقات ديالنا، كل الكفاءات ديالنا في جميع المجالات. وتالودانت تزخر بالكفاءات في جميع المجالات، فين ما مشيتي كتلقاهم. اذا علاش اللي ما نتكتفوا مع بعضياتنا؟ علاش اللي اي مبادره كيف ما كانت نشجعوها؟ المهم هو الفعل، انت تشتغل كيف ما بيكونوا الاخطاء ديالك،
من خلال الأخطاء نتعلم ونستفيد ونستمر. تظاهرة ربيع المسرح بتارودانت جاءت بالأساس باش تأسس لواحد الفعل ثقافي مسرحي في واحد المدينة اللي هي ماشي غريب عليها المسرح. واحد المدينة ماشي غريب عليها الثقافة والفن. واحد المدينة اللي هي عندها تقاليد من زمان. وبغينا نزيدو نعمقو هادشي بعد ما دار المركب والمركز الثقافي شجعنا أكثر باش نديرو هاد التظاهرة، ولما لا أن تحول كيف ما قلت في أحد الحوارات تارودانت تولي عاصمة ديال المسرح في المغرب، علاش ما نكونو طموحين وتولي ملتقى للمسرحيين، ومن خلال هذاك الملتقى غنوليو كنشوفو ناس ويشوفونا ناس، وتحرك الحركة الاقتصادية ويشتغلوا أبناء المنطقة ويبان الفولكلور والتراث والتقاليد والعادات ديال المنطقة، وتسوق الوجه ديال الإقليم والمدينة على برا. هذا هو من بين الأهداف الموازية للأهداف ديالنا من تظاهرة ربيع المسرح. نحن اليوم مع الدورة الثانية نؤكد على الاستمرار كيف ما طرحنا في الأول أن الشعار ديالنا هو فرجة تكوين استمرارية. نحن اليوم نؤكد على هذه الاستمرارية ونؤكد على هذه الفرجة ونؤكد على هذا التكوين. محمد حمزة فنان مغربي مدير تظاهرة ربيع المسرح في دورته الثانية، والآن اليوم كانت تواجدوا في الندوة الصحفية اللي بهذه المناسبة باش اللي بصنا فيها التفاصيل ديال البرنامج ديال التظاهرة بالعناوين ديالها الكبرى، سواء على مستوى التكريمات اللي كنكرموا فيها ابرز رواد المسرح المغربي على راسهم الفنانه القديره بزهر الدراقي والفنان القدير ايضا عبد الرحيم منياري، تكريما لتجربتهما الرائده في المسرح. وايضا البرنامج دائما وفي للتكوين ثم التكوين ثم التكوين من خلال حضور ورشتين مهمتين الاستاذ عبد الله شاكيري، ورشه مسرحية بعنوان بناء الشخصية المسرحية، وأيضا ورشة مهمة مع الأستاذ جواد العالمي حول إنجاز عمل مسرحي من النص إلى العرض. هناك أيضا حضور قوي للمسابقة الإقليمية للمسرح المدرسي اللي كان كرسوا للدورة الثانية، واللي كان أمنوا منها أن تخرج أجيال من المهتمين بالمسرح من خلال تلاميذ ديال المؤسسات التعليمية. بغينا مزيدا من الاهتمام، مزيدا من التنسيق، مزيدا من الشراكة في هذا الباب. هذا أيضا هناك حضور لأبرز العروض المسرحية الوطنية الناجحة من تجارب مختلفة من حساسيات مختلفة من مع مخرجين مختلفين، كان حاول ما أمكن أننا نحضرهم هنا لخلق الفرجة المسرحية واستقطاب أكبر عدد من الجماهير. والطيف الحاضر معنا بعروض المسرح العرائس من خلال عرض حميدو لإخراج محمد العلوي، وأيضا هناك ندوتان مهمتان، الأولى حول الذكاء الصناعي والمسرح من تأطير الأستاذ إدريس القري والأستاذ مسعود بوحسين والأستاذ عبد المجيد فنيش والأستاذ نور الدين زواد، وأيضا هناك ندوة حول الاتجاهات المسرحية مع رائدي المسرح الاحتفالي الدكتور عبد الكريم برشيد، والمسرح الثالث مع الأستاذ مسكين الصغير، وهناك الدكتور جلال أعراب سيتحدث عن تجارب المسرح الأخرى في المغرب، وسيسير هذه الندوة الدكتور عبد السلام أقلمون من جامعة ابن زهر. الجامعة على ذكر الجامعة حاضرة معنا بشراكة ومتعاونة معنا هذه الدورة من خلال مجموعة من الأنشطة التي ستنظم في رحاب الجامعة، منها الورشة التكوينية والندوتان والماستر كلاس، لقاءات الماستر كلاس هذه السنة مع نجمين من نجوم المسرح وهما خريجين من المعهد العالي لفن المسرح والنشاط الثقافي. يتعلق الأمر بالأستاذة مريم الزعيم والأستاذ فريد الرقراقي، وهما ممثلان محترفان سيتحدثان عن تجربتهما في المسرح والسينما والتلفزيون، وأيضا عن أهمية التكوين. ولا ننسى ايضا كرنفال ربيع المسرح اللي كيحتفي بالتراث المحلي والهويه المحليه، من خلاله كنستقبلوا الضيوف ديالنا وكنبرزوا لهم الصوره المشعه ديال تارودانت، صوره المرحب الضيف المرحب الذي يستقبل الناس بايدي المعطاء.